مشاهدي تلفزيون شاك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامج أسرتنا. نتناول خلال هذه الحلقة في الفقرة الصحية مرض اللحمية، أي ما يعرف محليا بالفيبروم، وفي فقرة المرأة والجمال أهمية الخلطات الطبيعية للنساء، وفي فقرة ما بين النساء تربية البنات. ولمناقشة كل هذه المواضيع معي داخل الاستديو كل من رئيسة جمعية صناع الحياة للتنمية الدكتورة خديجة أباي موسى. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا ومرحبا بك. وخبيرة التجميل مدام دارين، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. نبدأ معك دكتورة دايرين، نعرف دكتورة خديجة أباي موسى السيرة الذاتية بالكاملة دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نشكر التلفزيون الوطني على الاستضافة، وخاصة برنامج أسرتنا وطاقم الأمل. شكرا لك. الاسم خديجة أباي موسى، من مواليد كاني ماو، أم لسبعة. درست الابتدائية في مدرسة سلكان نور، الإعدادية والثانوية بثانوية الملك فيصل، والمراحل الجامعية بجامعة جمينة كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم التاريخ، ثم بعدها التحقت بجامعة الملك فيصل قسم الدراسات العليا، منها الدكتورة في السودان في جامعة السودان المفتوحة. ناشطة اجتماعية، رئيسة جمعية صناع الحياة للتنمية ومن المؤسسين، وعضو في عدة جمعيات المجتمع المدني، وخبيرة في مجال التنمية البشرية، مدربة في الجانب التربوي والاستشاري، ومحاضرة بجامعة الملك فيصل. ما شاء الله ما شاء الله دكتورة، السي في ما شاء الله مليان. ندور نعرفه كيف جاءتك فكرة إنشاء جمعية صناع الحياة للتنمية. مبادرة تأسيس جمعية صناع الحياة للتنمية بعد الدورة التأهيلية التي أقامتها المنظمة الإسلامية للدعوة والإقاصة بالتنسيق مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي. كنا شاركنا في الدورة دي، في القائمة 100 طالبة من مختلف المؤسسات، من 10 مؤسسات، منها من جامعة جمينة، من جامعة الملك فيصل، من كلية الدراسات العربية والإسلامية، ومن جامعة السبحة وجامعة توماي وجامعة هيكشاد، وبعض المؤسسات الثانوية ودور المؤمنات. كنا نحن في القائمة 100، وأتت بعض الأخوات، أتينا بعض الأخوات 26 من باب الاستماع والاستفادة، والقائمة أصبحت 126. في نهاية هذه الدورة، يعني عندما رأوا المنظمين للدورة هناك مبادرة وهناك همة بالنسبة للمشاركات، كان المشاركات كلهم نساء، كلهم نساء، دورة نسوية بحتة، اقترحوا علينا فكرة تأسيس جمعية. تبنينا الفكرة، كنت من المؤسسين، أصبحت المسؤول في المجال الاجتماعي، وبعدين صرت فيما بعد أمينة عامة في الجمعية، ومن 2019 بعد ما حصلنا للتصريح صرت الرئيسة للجمعية. جمعية الجمعية هسي من تأسيسها عندها كم سنة؟ أسست 12/7/2009، حصلت على التصريح 2018. 2018 أيوة. ومجالات عمل الجمعية تعمل في أي مجالات؟ تعمل في مجالات عدة، منها في المجال التوعوي والتربوي، والمجال الثقافي، والمجال البيئي، والمجال الصحي، وفي مجال التدريب. والأنشطة الموسمية هي معروفة في رمضان وفي الأضاحي، نوزع للمحتاجين المسألة العون. دكتورة ما شاء الله عملك عمل ما شاء الله شامل في مختلف الجوانب، هل كيف توفقين بين العمل في الجمعية وكمحاضرة والعمل المنزلي والأعذار والأسرة؟ حقيقة حاجة هي ما سهلة، التوفيق من الله عز وجل الحمد لله أولا وأخيرا، ثم الوحدة ترتب حسب الأولويات. أيوة. في أولويات، في حاجة مهمة وفي حاجة أهم. الجمعيات اللي فيها لنا عضو ذاتها، ممكن في جمعية أنا نكون نائب للمنسق، وفي جمعية فيها أنا أمينة عامة، فيها جمعية فيها أنا في المكتب الاستشاري، والجمعيات البقية كلها عضو.
نشوف حسب أولوياته. إذا كان الزمن بيسمح لي الجمعية ما هو تطوع، لكن المحاضرات دي حاجة أولوية نتقاضى عنها راتب نكمل المهم بعد نرجع للغير مهم. وفي البيت كمان تعمل لك جدول تنظيم 200 تقعدي مع الأسرة مع الأبناء مع أبوهم والمجتمع والأسرة الكبيرة، المهم تعمل لك جدول خلال الأسبوع أو جدول شهري أو جدول بشكل دوري وحتنطلقي طالما الهمة موجودة وعندك طموح. في عقبات لكن مع ذلك ترتب حسب الأولويات وتنطلقي. شكرا دكتورة. خبيرة التجميل مدام دارين، أسي من خلال كلامها على الدكتورة ده ما شاء الله هي قدرت أنجزت، فكرك شنو؟ تعليقك شنو بخصوص الجمعية وخصوص أملها ما شاء الله امرأة ووصلت للمرحلة دي؟ لا ما شاء الله، يعني العجبني إنه هو بخص الأسرة وبخص المجتمع، مساعدة الناس، التوعية للشباب، مساعدة الشباب، فده شيء عجبني شديد ما شاء الله يعني. وده شيء اللي احنا محتاجينه حاليا عشان يكون الناس عندهم توعية، وفي نفس الوقت المحتاجين كمان هي تقدر تساعدهم. وكمان ما شاء الله امرأة حديدية لأنه هي بتنسق ما بين العمل وما بين البيت وما بين العمل التطوعي كمان، فده ما شاء الله تبارك الله يعني حاجة جميلة جدا. ربنا يوفقها ويوفقنا جميعا. دكتورة، الجهات الممولة للجمعية هل من مساهمات الأعضاء أو عندكم جهة كده تمولكم؟ بكل صراحة ما في جهات كده يعني داعمة للجمعية بطريقة مستمرة. في البداية كانت تدعمنا الندوة العالمية للشباب الإسلامي والمنظمة الإسلامية للدعوة والإغاثة، هم بيقولوا لنا سبب في تأسيس الجمعية. بعدين جل الأنشطة كلها تنصب في هبات ومساهمات ومشاركات الأعضاء فقط. حتى حفرنا بئرين، بئر في خلوة حياة الإسلام في حي بوت البقرة، وبئر في مرسال في مركز مهو الأمية. قدمنا العديد جلها تنصف في مشاركات الأعضاء فقط. وهل الجمعية عندها شراكات أو اتفاقيات مع جمعيات أخرى؟ في هناك تحالف بين الجمعيات، أكثر من جمعيات عملنا معهم تحالفات على أساس نشتغل سوا وبيدعمونا، لكن ما حصل ونأمل فيهم الكثير إن شاء الله. صعوبات دكتورة، هل لكل عمل في بداية في صعوبة، كيف تتحدوا هذه الصعوبات؟ العمل البشري لابد أن يكون فيه صعوبات، ما يخلو من الصعوبات. والصعوبات موجودة لكن بحمد الله وتوفيق اجتزناها. من ضمن الصعوبات هي عدم توفير مقر ثابت للجمعية. احتضنتنا المنظمة اللي أسسنا فيها الجمعية جل أنشطتنا، والجمعية الأمومية والأنشطة الكبرى دي بنعملها في مقر المنظمة الإسلامية للدعوة والإغاثة، لكن الجمعيات الاجتماعات الطارئة وبعض الاجتماعات نعقدها في بيت منزل الأمين العامة أستاذة منى عمر إدريس. أكيد عندنا عمل كبير. هل تستأجروا محل يكون مقر دائم للجميع إذا كان زول يحتاج لكم كله بجيكم؟ الأغلب هم طلاب، نحن الموظفين تعدينا بالأصابع شوية. وعسي قبل شهر كتر الله خير الأخ الدكتورة زروة عمر أبو بكر تبرعت لنا بمكتب في عيادة القمة. ما شاء الله قلنا نجهز المكتب وإن شاء الله ننطلق يكون مقر دائم للجمعية. مقر دائم إن شاء الله. دارين، كيف تشجعين باقي النساء عشان يسلكوا زي طريق حق الدكتورة خديجة ينشو بإنشاء جمعيات أو أي عمل خيري؟ والله أنا يعني بشوف إنه أشجع كل مننا إحنا كفرد شادي، أي إنسان عنده استطاعة لو بمبلغ بسيط يدعم الجمعية عشان يقدروا كمان يساعدوا الناس المحتاجين، ويقدروا كمان يكون يعني المفروض يكون عندهم مقر رسمي. فالمقر الرسمي لو في كل الناس بتساعد لو بحاجات بسيطة بيقدروا يلقوا لهم مقر يعني رسمي عشان يكونوا فيه. بعدين النساء والرجال وأي أحد يعني بس بيقدر بيساهم في عمل الخير بتوجه للجمعية مباشرة عشان هم يقدروا يوصلوا للناس المحتاجين
افضل من انت بترسل احد بتقول له امشي سي كده، بشوف احس انه ده ما كده على حسب ما فهمت من عن طريق الجمعيه دي. اي زول كان عنده تبرع هو لما أيوة. قاموا لما هي جمعيه ومسمى جمعيه معنى حقها شنو؟ الناس كلها بتجتمع. بتساعد. فلما احنا الارشادي ما شاء الله تبارك الله في كثير تجار وكثير ناس عندهم خير، فيقدروا هم بيساهموا للجمعيه لو بشيء بسيط عبر الجمعيه. ايوه لو تجمعت بتكون حاجه كبيره. فهو المشكله انه الناس ما عندهم فكره انه انا بمشي الجمعيه بساعد، فده شيء مهم مهم جدا. أو قدامنا كمان عارفة المدارس جاية قدام، في ناس محتاجة ما تقدر تسجل أولادها، في ناس ما تقدر تبيع لهم الحاجات حق المدارس. فلما إحنا التجار دي لو حاجة بسيطة بس هم فكر مبلغ كبير، أنت بتجيبه وده بيجيبه أنا بجيبه أنت بتجيبي، بتتجمع بتلقى حاجة إيه كبيرة بتقدر توصل للناس. دكتورة شو رسالتك للجمعيات المشكلة زي المنظمات الدولية أو للحكومة اللي في وزارة كده وزارة العمل الاجتماعي، عندك رسالة توجهها له؟ بأقف في كلام الأخوة الدارين كلام وجيه. قالت طالما هي جمعية في تجار وفي مسائل وفي أحلى الخير، في ناس بيحبوا الخير دارين بيساعدوا المحتاج دارين بيساعدوا المجتمع، لكن طريقة المساعدة ما بيعرفوها. ولكن في الجمعيات ذاتها في واحدة جمعيات واحدة أهدافها هي تقول بتخدم المجتمع، لكن بالعكس ما بتخدم المجتمع. عشان كده في بعض الناس بتحفظوا ما بقدر أبدو للجمعية. الجمعية تكون عندك مكان عندك ختم وكل شيء بالثبوت بمستندات، ما الجمعية خلاص تكون في مكتبك في الشنطة وشايل الختم توخي أي مكان. الحاجة اللي أدوكي بتتجي تجيبيها تديها للمستحقين. دي نقطة. والنقطة الثانية بالنسبة لي الأشياء اللي الإنسان مستغني عنها، كتب ملابس، في ناس محتاجينها. أنت ما بتفيد لكن في ناس بتفيدهم. أول انطلاقة لأنشطة الجمعية كنا جمعنا ملابس من القدام للجداد 1100 كسوة انطلقنا بها انطلاقة قوية في مدينة الكرر في مدينة القرآنية للأيتام. ده كان أول نشاط. والنشاط الثاني كان الحقيبة المدرسية، كان جمعنا الأسر الضعيفة والأيتام، ده حاولنا رسمنا بصمة في وجوه المحتاجين. التوعية ذاتها بلعب دور كبير. وفي البداية كان عندنا توعية ذات برنامج في إذاعة البيان نسمى مساحات الدموع، كان نقدم للحواء مباشرة من ضمن حق المستمع للمسلم. تبسمك في وجه أخيك صدقة، تصدق له بشق التمرة وطلاق المثقفين والمثقفات. كان لقينا يعني ما شاء الله لقيته تفاعل 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 مع المجتمع. كما ماشيين كده يحول جمعية مرضى، دول انشغلوا بدراستهم، دول زوجوهم، دول سافر، دول خلوا الجمعية. ما فضلنا في الجمعية من المؤسسين ثلاثة فقط، وكلمة جيب بالنسبة للأعضاء ذاته بنفرهم. أيوة. ونسمع من القدام بقول لها سماء أكلت شبيت وشان ترفعوا لنا يدينكم، عبارات وكلمات محبطة. حتى الواحد لو أنت ما صابر ما حتقدر تشتغل في الجمعية إلا الصبر. ونطلب من الجهات اللي بتحب الخير سواء الحكومة أو المنظمات الأجنبية أو السفارات أو هنا الوزارات أو أهل الخير، طالما سمى بالجمعية خليه يبادر يساهم. الإنسان تكون سعيد كيف؟ عندما ترسم البصمة في وجه أخيك، عندما تقدم الخدمة للمحتاج. السعادة عندما تعطي أنت تحس بإنسانيتك وتحس بالسعادة، ليس عندما أنت تأقص، عندما تعطي غيرك، عندما تقدم خدمة، عندما تنجز من خلال الأطاعات الواحد يعني تحس بإنسانيتك. والعمل التطوعي عندنا شغف إن شاء الله. شرف إن شاء الله. إن شاء الله رسالتك توصل لكل المعانيين. مشاهدينا بعد هذا النقاش نمشي للفقرة الثانية وهي الفقرة الصحية. نتابع اللقاء الذي أجراه لنا الزميل آدم بمستشفى صداقة الشادية المعروف بمستشفى الحرية، وذلك مع الدكتورة زينب داود كنيفور. بالنسبة للفيبروم بكلام العرب هو لحمة كده تبذر في الرحم من القوي. هي عندها شيء اختلاف مع الكيست. ناس في بخلبطوها بقولوا الكيست ده مع الفيبروم سوا، لكن الفيبروم هي اللحمة والكيست هو الدم. يعني طبيعيا كده ناس ما بعرفوا ده بنادو سخير راجد، ده بنادو سخير راجد، ده بس الفيبروم. الأساس الفيبروم ده هو كتير
في ناس بيقولوا ريديتير. الريديتير سيكي في الفامي في كان في أمك عندها الفيبروم ولا جدتك عندها الفيبروم، عشان شغل ده يمكن يكون جينيتيك. أنا مالي هنا الكروموزوم بس بقدر بجيب الفيبروم. تاني أساس في ده الهرمونات، الهرمون الأكبر الهرمون الناس خطوه في عقولهم يقولوا يسوي الفيبروم ده هو الاستروجين. تعلموا عنين العين عندنا هرمونات كده ثلاثة في جسمنا يقدروا هم بس يسوي الفيبروم ده، في الاستروجين البروجسترون والبرولاكتين. طبعا هو الاستروجين ده هو اللي بيقيم السليل دول ده بيسويهم يكبروا، ده بس هو الأكبر سبب كده عن الفيبروم. من طبيعيا كان البروجسترون جاء مع الاستروجين بيجي سوا هو بيسوي خدمة الكونترير عن الاستروجين سيكي بنقص السليل دول. لكن البرولاكتين دي قال هسا مش هي بس بعدين كم مرة ولدت ولا كي بيجيب لبن ولا كده، هي كان كله بطان تسوي للسليل ده بزيد مش البلد. لون الهرمونات دول ده بس بيسووا سبب عن الفيبروم في المرأة. الفيبروم ده العلاج الحقيقي ده هي عملية. بالنسبة للفيبروم ده العلاج إلا عملية. أن كيست ده في دواء فيه يقدر ينطر دواء الهرمونات ولا كده يمكن يودره، لكن الفيبروم إلا عملية. الدواء فيه الننطره بنقص للفيبروم بس بيسوي شيء أسخر، لكن ما بودره مرة واحدة إلا عملية. البريفنسيون ده في همم وسيع كده ناس تقدروا تنطل الأوين مش للوالدة، نعلم الولد كتير ده بحمي من الفيبروم. عشان وقت في الخلبة ده البروجسترون البخدم أقل للإستروجين ده، إنمي هنا الإستروجين ده بخلي الإتريس ده انتبت، ما بخلي للإستروجين بيسوي لي فيبروم للمرأة دي. خلاص كان والدتها كتيرة ده بحمية من الفيبروم. ولا في سنين كي كان آخر صخير بيجي ده، انت بقيت كبيرة قبل ولدت آخر صخير ده كله بقدر بحميكي من الفيبروم. في شغل واحد آخر تاني السمن ده، السمن ده ما عديل ما بحميك، السمن بقدر بسبب ليك الفيبروم. طبعا كان انت تخينة يمكن تقدر تسوي الرجيم تبتل شيء، عشان الجريس ده بشكل بقى استروجين عنده كي ميكانيزم والين في بشكل وبيسوي استروجين وبيسوي للمرأة فيبروم. آخر في شغل ده اللي عندك بنادو بيليل، هسا ناس ما بيدوروا الكونتراسيبشن توسع، لكن البيليل ده كان نعلم بشيلة بليل العادي يبلوده اللي عنده استروجين مع البروجسترون ده هم أكتر منهم كي بخط الهرمونات دول في الإكليبر. وقت اللي انت تشيلين ده هرمون كي كان جاي في الإكليبر ده خلاص فيبروم ما بشيلك، ما تكوني تجين لك فيه. بس هي نوجيه للناس دي ندور الناس بعرفوا كدر الفيبروم ده ما سخر راجل. في ناس وادين بقولوا بأخروا فوق سنين حتى وكيد بدي بيسوي لهم علامات آخرين، هما كان بيجي كبير بلين ده ولا مرة دي وربيت ما تقدر تبول فوق ولا بأسر المسارينة وهران ما تقدر تمشي خلا مش الناس عادي خلاص بتضيقة حتى قبل تجي، عشان في عقولهم قاعد ده سخير راجي نادم سوالي مش الكي أرك هو ده مرض معروف كان سوالك عملية مرقودة تلقى العافية إن شاء الله. قال لا له كرباك الفيبروم ده أكبر في سنين الكرباك مش 40 سنة ولا 50 سنة، ده الرهن بذاته كله نمرقه ما بيسوي شيء، الرهن مرقه ده خلاص انت تنجم من الكمبليكاسيون هكذا. دكتورة زي ما دكتورة وضحت كل شيء والوصية كل عدتها، لكن نلاحظ في بعض النساء ده هي ما تمشي المستشفى إلا بعد ما تهز بالوجه، من المفروض ده على المرأة دي يكون لها فترة كده كل ما عارفين، لكن الأطباء بيقولوا كل 6 شهور أو كل سنة تم تسوي مراجعة كده عشان تعرف شنو عندها شنو ما عندها، لكن النساء هنا ده ما عندهم فكرة زي ده، تقولي لهم شنو؟ والله كلام وجيه. بالنسبة لي ثقافة كونه قبل ما نمرض نمشي نفحص
بشكل دوري كل 3 شهور أو كل 6 شهور أو كل سنة دي ما عندنا. إلا الإنسان اللي اخترب أو الإنسان الواعي شديد بيهتم بصحته. العقل السليم في الجسم السليم. أيوه. الإنسان لو صحتك ما سليمة ما حتقدر تقدم أي حاجة. الصحة قبل كل شيء. أيوه. تعتني بصحتك مفروض كل 3 شهور حتى ولو ما مرضان ممكن تشوف دكتور. أو الأسرة ذاتها ممكن تخصص لها طبيب خاص للأسرة بيعرف كل الأمراض اللي بيعاني من مختلف الأمراض بيعرفها. إذا كان عندكم مرض مزمن في الأسرة بيعرفها. لكن الثقافة دي تنقصنا ونحتاج لتوعية مكثفة إن شاء الله. ومفروض يكون كل واحد كل 3 شهور بشكل دوري ممكن تمشي للدكتور بتعاني من شنو بشوف شن صحته جيدة بالتالي بديك الدواء أحسن من تمرض وبعدين واحدين حتى لو مرضوا ما بمشوا إلا كان تعبه وستوا في حالة أخيرة بمشوا وده الدواء ذاته بيكون صعب ممكن بفقدوا حياتهم ممكن بيصيبوا مرض مزمن وبينتكسوا بقوته. بعدين هسي زمان ما في اخصائي نساء وتوليد في شات لكن الحمد لله ما شاء الله في السنين الاخيره ده في اخصائيين. ليه ما النساء ده كده بمشوا بتابعوا الا المره هي كان مرضانه او حامل لتمشي تشوف لها اخصائي تقولي لهم شنو زي النساء؟ والله المفروض انه لما بتحسي في شيء خلل عندك في جسمك او حاجه اتغير اوريدي تمشي المستشفى افضل عشان بعمل لكم تحليل او بشوف الموضوع شنو عشان يدوك علاج من بدري. لكن في ناس لا بتقعد زي ما قالت الاخت الين ما خلاص الواحد بمرض نهائيا بشولوه حتى بودوه فبعدين بيكون حتى العلاج الاستجابه له بيكون ما زي ما انت ذهابه في بدايه الموضوع. فالمفروض ان اي امراه حست بوجع في جسمها حست انه في شيء تغير تمشي المستشفى افضل عشان تطمئن على صحتها. مشاهدينا نمشي لفخرة المرأة والجمال نتابع اللقاء الذي أجرته لنا الزميلة منصورة محمد يوسف مع خبيرة التجميل دهرين نتابع. وتشيل الخطوط اللي هنا تحت العين الخطوط اللي هنا عند الابتسامة أوكي. ممكن تستعمليه مرتين في الأسبوع طب مشغولة مرة واحد ممكن بس في الويكند مرة واحد في الأسبوع تستعمل خاص بعطيك النتيجة اللي انت دايراها. منها بنحافظ بشرتنا من التجاعيد ومنها بدينا نضارة ومن الحبوب دي ذاتك بيتون دول ده كله بتشال. بعد ما تابعنا اللقاء الذي أجرته لنا الزميلة منصورة محمد يوسف دارين تحدثي لنا عن بداياتك كيف بدأت إلى وصلت إلى الآن ما شاء الله خبيرة وبمستوى عالي. طبعا أنا عندي هواية
ايوه عندي هوايه من اول في البشره. ايوه يعني العنايه بالبشره دي عندي هوايه من اول. يعني من الصغيره بحب بعتني بالبشره، بحب اكتشف هدى شنو بعمل شنو، الموضوع ده بحبه شديد. خلاص بعدين درست في معهد في المملكه العربيه السعوديه، معهد تجميل، درست هناك، وبعد ما تخرجت على طول اشتغلت في مجال التجميل والعنايه بالبشره والشعر. ايوه ده تخصصي. كان بدايتك. هل لديك مهارات خير العنايه بالبشره؟ عندك مهارات اخرى؟ عندي مهاره في مجال التجميل، المكياج، وعندي كمان مجال الديكور، ديكوريشن. بحب الديكور شديد انا. الديكور وديكور العرايس والبيوت. ديكور البيوت زاويات وكي يعني زي كده. أيوة. العرايس ده ما يعتبر تجميل من باب المكياج والتساريح. ده أيوة. ده موضوع اخر يعني. لكن ديكور البيت لا، ديكوريشن اوكي. ده تعالي ما انا خلوكي ان شاء الله. دارين الخلط الحسي شفناه دي صالح لكل البشرة، أي كان بشرة كانت دهنية أو بشرة جافة، ولا خاصة ببشرة معينة؟ لا، جميع أنواع البشرة، لأنه عبارة عن صابون طبيعي وموية الورد وقشر البرتقال عشان ناخد منه فيتامين سي. فلجميع أنواع البشرة، حتى البشرة الحساسة، لأن هي كلها حاجات طبيعية فما بتأثر بزيادة يعني. أيوة. دكتورة نرجو ليكي، بعض النساء ده في خلطات ما شاء الله طبيعية، في وصفات كثيرة، لكن هو ما يعتمدوا على الكريمات، تقولي لهم شنو؟ والله حقيقة الجيل اليوم حول العالم يعني بيحبوا كريمات التفتيح. تفتيح مفروض بركز في كريمات المرطبة الترطيب، زي ما ذكرت الأخت دارين، في بشرة جافة وفي بشرة دهنية. يعني في خلطات طبيعية ممكن الواحدة تستعملها في بشرتها. أيوة. وممكن تستعمل الكريمات المرطبة. التفتيح دي يعني تلقى مشاكل في المستقبل. أنا شايفة يعني الناس خليت تفكر في صحتها قبل كل شيء. والسبب البدفع للفتيات لاستخدام كريمات التفتيح، دايرنا عارفة ذات شنو الدافع منه، عشان يملوا عيون الرجال، بيحبوا المرأة البيضة أو الحمراء. أم يعني هواية كده ما عرفتي، ولا ثقافة العصر؟ احتمال يكون ثقافة العصر. إذا كان يعني نملع عين الرجل عشان نكون أنا بيضة وبتزوجني، يمكن في مع بعض الجسم يمشي بيتغير مع مرور الوقت، البشرة كلها اللي تنتهي بعدين بتكرشم وبيعمل تجاعيد، بدلا من لقاك أنت جميلة ومرطبة بعد فترة الجسم ده بقى ما فيه، حيشوف غيري. عندك سؤال مع الله سبحانه وتعالى، وخسرت الزوج وجسمك تلف، حتوجهي وين؟ عشان كده خلي الواحدة تكون عندها ثقة في نفسها. الإنسان يعني الرجل بزوجني بأخلاقه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف، لكن أخير فصفر بذات الدين تربت يداك. الإنسان هو الجوهر، وإن كان المظهر الخارجي من العوامل المساعدة للتجميل، يعني شوف يعني من منظور القيم ومن منظور المبادئ، وننظر لعاداتنا وتقاليدنا، أمهاتنا جدتنا وعزيزها، ما ننسلق من ثقافتنا تلقائيا ونشيل الثقافات المستوردة ونتأثر بها ونسأل أمام الله ونخلي قيمنا ومبادئنا. وممكن أكيد نخسر صحتنا. ده كان شيء أكيد. ما بنصح يعني استخدامها بطريقة الرهيبة، والكريم المتفتحة دي يحدوا منها إن شاء الله، يرجع لخلطات وحاجاتنا الطبيعية بتلاجات بيكون أحسن، والخبير أدرى من الترى. أيوة. أين شوات حيرانا كل النساء، ما لكل البنات، أي بيت ولا أي مرة هي الدور تبقى بيضة، بس السر ده كنت ما يعرفنا. والله عارفة العالم. أيوة. التكنولوجيا، السوشيال ميديا، الموضوع ده كله في ثقافة تنتقل من مكان لمكان. أوكي. وأسرع طريقة لإني بغير مظهري بقى بشكل مرضي هي الكريمات. أيوة. طبعا طريقة سريعة جدا في النتيجة وسريعة جدا للضرر. ده السبب. أيوة ده السبب الرئيسي. ما في سبب تاني؟ السبب الثاني طبعا الرجل التشادي. أيوة. يعني هو بحب، أو أي رجل في الدنيا، مو بس رجل التشادي، الرجل كده بصفتك بحب البياض، بحب الجمال. يعني المرأة لما بتكون جميلة وكده وبدا، فهو البياض ذاته سبب من عياته، من الجمال، بسائب بصهر الجمال.
لا مش ضروري، احيانا بتلقي سمره اجمل من البيضه مليون مره، لكن ما بينتبه له. ما بينتبه له ليش؟ لان هي اساسا انت لازم تكوني من جواكي عارفه انت شنو. واثقه من نفسك، الثقه دي انت بتنتقليها للطرف الثاني. فلما انت بتشوفي لا انا عشان سمره انا مش حلوه، فانت بتنتقلي ده اوريدي بينتقل للناس، بأثر لشخصيتك. فانت لو بتحاربي وبتجاهدي وبتعتني هتكوني والله اجمل، لانه كل واحده سبحان الله الله حط الالوان دي تدرجات، كل تدرج له جماله الخاص به، جمال الروح ده انت تظهري لبرا. ده الشيء المهم. السبب اللي بيخلي البنات بيستعملوا الكريم قلنا اسرع طريقه لتكوني مظهرك جميل، له حسناته وايجابياته. فالمفروض انه انا بعرف انا بعمل شنو وبعمله لوقت محدد. يعني في حاجات المقشرات دي في ناس بتستعمله على مدى طول حياتها بتستعمل مقشرات، لا هو المفروض بخلط. انك انت تستعمل المقشر لفتره تقشر واخذت النتيجه، تستعمل كريم طبيعي منعمات وملينات عشان ما تفقدي السيليكوم بتاع البشره والكولاجين هنا البشره. هو الكولاجين اوريدي يوميا بنغسل بالصابون بيطلع، عشان كده بعد مرور عمرك 60 سنه البشره بتتجعد، ما الكولاجين ده بيطلع طلع. بس في ناس عمرهم 20 سنه وبشرته مجعده، السبب الكريمات التجميل. انت بتعملي بتخرجي 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 كملتي الكولاجين حقك اللي في البشره، فهنا بتتعدم. ده واحد. اثنين التغذيه، يعني في بعض المأكولات بتدي نضاره بتعوض البشره للكولاجين اللي بيطلع. أيوة. بنحافظ عليها. ممكن تورينا شوي؟ عندك الأصناف البنجر، عصير البنجر. أيوة أي الهني عصير البنجر ده ممتاز جدا 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 للبشرة للشعر لكله. البنجر معروف هنا بالبتراب. بتراب. بتراب. البتراب ده بتعمليه عصير. ما تقدر تعملي عصير تعمليه سلطة. أي تأكلي. أي تأكلي. ني ولا تنجدي؟ لا اكيد ناجد طبعا. ناجد ايوه ناجد بتنجدي بتعملي سلطه. عندك بتعملي عصير. أيوة. فريش بتشربيه برضه ممتاز جدا جدا للبشره وللشعر، حتى للون، حتى بزيد الدم، يعني عنده فوائد جدا عجيبه كثيره. ده الشو بتعملي سلطه. أيوة. جدا حلو للبشره. حتى شوربه الكوارع للنساء. أيوة. جدا جدا ممتاز، مفيده للعظام، مفيده للشعر، مفيدة يعني كله. حتى انه فيها كولاجين. ايوه الكوارع دي فيها كولاجين، يعني الناس اللي دائما في الاسبوع مرتين ثلاثه بيشربوه بتلقي البشره مشدوده ونضره ونعم. فدي حاجات احنا لو استعملناها بنحافظ على بشرتنا. ايوه غير ثقافه الكريم الاسرع دي. الاسرع وهي ثقافه الكريم زي ما قلتي بعملوه بتعمليه فتره كده وبتتركيها، لكن اذا كان في واحده تعمل كريم وتعمل خلطات طبيعيه ايوه هل يكون النتيجه بتكون افضل؟ يعني انت الكريم ده هو ما موضوع، يعني انا افضل انه الواحد بيعمل خلطات طبيعيه عشان شنو؟ بديكي النتيجه اللي ما حتغير. يعني الكريم انت لو قعدت يومين ثلاثه ما مسحتي بتضلمي، لكن الخلطات الطبيعيه لا تكوني فتحت البشره، اخذتي نضاره، اخذتي ترطيب، اخذتي تغذيه، وفي نفس الوقت لون مستمر. فإحنا عندنا مواسم البشرة بيغمق، الخريف معروف، الخريف ده وقت البشرة بتغمق، حتى لو أنت بتعتني بس بتغمق بدرجة واحدة، ليش؟ لأنه الخلايا دي بتتبني بسرعة، سبحان الله، فترة زي الأشجار دي شفتي لونها كيف تتغير؟ تتخير. البشرة نفس الشيء. عادة في فترة الخريف. فترة الخريف، فالوحدة ما تقول لك أنا الخريف ده ما ينظلم، ده عادي، أنت شوفي الأشجار بتتغير، لازم إحنا كمان نتغير. عشان كل الالوان بتتعزز وكل الخلايا بتتبني. أيوة. يعني بطريقه اسرع من الوقت الثاني. فعشان ده العنايه بالمواد الطبيعيه افضل، من العنايه بالكريمات الكيميائيه دي. ده واحد. طب اوكي احنا بنستعمل كريم ما نقدر نستغنى عنه، نعمل شنو؟ استعملتي مقشر اخذتي النتيجه المرضيه، تستعملي الكريم من غير المقشر خلاص. كريم طبيعي. كريم طبيعي تستعملي عشان تحافظي. لا ما بيأثر، تحافظي على النعومة والترتيب واللون بيفضل ثابت. ثابت ايوه. ده واحد. وممكن الناس اللي بقعدوا الحفرة، بقعدوا الحفرة دول افضل ناس. عشان شنو؟ بشرتهم طبيعية.
المرة لما بتقعد في الحفرة بتقعد الدخان ده بعد ما خلاص بتشيل حلاوة حتى البقع اللي في الجسم بيتشال بتطلع. بس بدر له شوية صبر شوية صبر بس، وأحلى نتيجة جدا مرضية. أيوة. وكمان بيحمي المرأة من حاجات كتير في جسمها، الأوجاع حق الجسم، لو عندك ريح، لو عندك حاجة كده، كله بيروح مع الحفرة، مع الحفرة، مع السخانة حقت الحفرة دي. فاللون ده لما بعد ما بتشال بالحلاوة تعملي خلطة طبيعية حلوة في البيت. أيوة. عشان تعزز النعومة والترطيب. الخلطة دي شنو؟ تجيب لك بيب إيويل بيبي جونسون. أيوة. مع كريم اسمه جلوسليد، وتحطي ملعقتين نشا وتتخلط مع بعض، بيكون ده كريمك اليومي. انت حتحسي بالفرق اصلا من اول استعمال. فكده احنا بنتخلص من شنو؟ من الكريمات التفتيح دي. التفتيح دي. دكتورة، اي مرأة تحلم تقول تكون بيضة، تقول شنو للمجتمع عشان يحارب هذه العادة؟ نعود في طبيعتنا زي ما كانوا اجدادنا وامهاتنا. هسه زي ما ذكرت الأخت دارين خبيرة في التجميل، ذكرت لنا يعني خطورة كريمات التفتيح. بدلاً الواحدة توصل في المراحل العمر 50 و60 الجسم بيجعد لتستعمل الكريم التفتيح بطريقة مباشرة ممكن في العشرينات. إذن في فارق كبير، نحافظ على سلامة الجسم ونحافظ على بشرتنا. نرجع خطوة للوراء للعادات والتقاليد الأمهات والأجداد. فعلا هي ثقافة العصر زي ما ذكرت، لكن ما أي ثقافة نحن ننغمس فيها. الإنسان تكون واعي، بتشوف الأضرار وين، حاجة بتضرني نفكر. الإنسان ميزك عن الحيوان، عندك عقل تفكر. ما بشوف فلانة مسحة تغيرت لون أنا بكون زي فلانة. أول عالم تغير تغيره، لا ما تتابع ثقافة لا الآخرين، لا نتابع ثقافة الآخرين ولا ننغمس في الثقافات الدخيلة. دارين زي ما ذكرتي قلتي الدخان مع الدخان أفضل من الكريم، وفي ناس وادين تستعمل الدخان مع الكريم، هل ما في يكون ما في أضرار؟ أكيد في تمسح وتقعد في النار. أكيد في ضرر، أكيد في ضرر، لأن دي مادة كيميائية بتتفاعل. أيوة. ودا نار حاجة ساخنة، فمعناته إنه التفاعل بقى زيادة. فبيعمل شقوق في الجسم، البشرة بتكون يعني في ناس كتير عندها بشرتها متشققة، بتتفتح البشرة من شدة السخانة، والكريمات دي كلها بتعمل تفاعل. فما ينفع نهائياً إنه يعني تستعمل الكريم وتقعد في الحفرة. لا ما بينفع، ما بينفع. كخبيرة للتجميل، شنو وصيتك للنساء تستعمل الكريمات؟ شنو توسيمك؟ والله أنا بوصي إنه أي امرأة بتستعمل كريم تستعمله بالطريقة الصحيحة. تستعمله بالطريقة الصحيحة عشان هي استعملت، عشان هي دايرة شنو؟ دايرة جمال. فما تستعمله بطريقة إن هي قاعدة تلغي الجمال، لازم تستعمل بطريقة عشان تعزز الجمال حقتها. فتتبع النظام السليم في استعمال الكريم. طالما أنت هاوية تستعمليه وعارفة إن عندك أضرار، قللي من نسبة الضرر ده بالطريقة الصحيحة. ده واحد. الثاني حاجة إنه الناس اللي ما بتستعمل كريم هم كمان بيشوفوا أشياء طبيعية لمحافظة على البشرة. يعني حتى في ناس لما بيستعمل كريم تيجي تسلم على الوحدة يدها زي الحطب. جمال المرأة هو شنو يعني؟ غير الوجه اليد. أنت امرأة تسلمي على الراجل بنخرع منك هو يده أنعم، سبب ده شنو؟ كل الكريمات. كريمات أكيد أكيد. أي أحد بيستعمل كريم اليد بتكون زي الحطب يابسة، لأنه هي بتشيل كل السوائل والكولاجين اللي في البشرة بتطلع. الكولاجين ده لو طلع ده الجسم بقى شنو؟ ناشف. بقى ناشف. دي كلها أضرار. أضرار طبعا. يعني العالم برا، يعني في ناس برا اللي ثقافتهم مو كريم غير ثقافتنا إحنا. مهم جدا يعني كريمات حقة الترطيب اليد تلقيه في أي مكان. عشان شنو؟ مهم جدا. المرأة إيدينها رجلينها وشها شعرها ده حاجة مهمة. صح. الواحد بيشوفه كيف بداية، يعني ما تشوفي حاجة بيضة وحلو وتيجي تلمس يده أنت تحسي شيء في نفسك. الرجال كيف يعني؟ مشكلة. مشكلة والله. فعشان ده بنقول إنه اللي بتستعمل كريم تستعمله بالطريقة الصحيحة. المقشرات لفترة
بعد عملية التقشير تستعمل الكريم من غير مقشر. الكريم الطبيعي المبيض مش مبيض. الطبيعي ما له علاقة. لا لا لا، لأن أساساً هم بيستعملوا الكريمات الخلطة اللي بتتعمل تتعامل معها مواد مقشرة. في واحدة مقشرة وفي واحدة كريم مبيض. المقشر هو عبارة عن لوسيون. أيوة. مقشر لوسيون. أيوة لوسيون مقشر. يتخلط اللوسيون ده مع الكريم عشان تقشر البشرة، بعد ده تستعمل الكريم عشان خلاص. في ناس بتستعمل اللوسيون ده مع الكريم ده على طول مدى حياتها، ما في توقف، فده غلط. في أضرار كتير. لازم يستعمل الكريم مع اللوسيون ده الفترة بعد ما تقشر البشرة انتهى، تستعمل الكريم ده لوحده من غير اللوسيون عشان تحافظي على اللون، لأنك لو سبتيه حيرجع البشرة تغمق. تحافظي على اللون. وكان تاني دايرة زي البشرة الأول ما تلقيه، كان تركيزها مستحيل أصلا ما فيها. يعني بعد فترة، بعد سنة، بعد سنتين، حتى طبيعية. ترجع البشرة لطبيعتها. ده لو ما تضرر، يعني في فرق ما بين استعمال واستعمال. في استعمال يكون للضرر، في استعمال البشرة كلها يعني بتتقطع. دي علاجها بعد 6-7 سنين ممكن ترجع البشرة أو لا، ممكن تحتاج لعملية تجميل ترميم للبشرة. وممكن يوصل لمرحلة حتى ما يترمم. سبحان الله. وبيسبب حالات نفسية. أنا مرة شفت حالة بسبب الكريم صار عندها حالة نفسية يعني على طول. هي عندها مشكلة مع أي يعني امرأة أخرى لو بشرتها كويسة. عندها نفسيات والله العظيم. بسبب شنو؟ بسبب الكريم. الدكتور قال أنا عشان عالجك لازم سنتين توقفي الكريم، بعد ده هنبدأ عملية ترميم. شوف المصيبة يعني شلون. وهي اللي ثابت في عمر الزهور. يعني نقول المصيبة أكبر من الفائدة. أكبر أكيد طبعا. لأنه الله ما خلقانا يعني كي إلا هو له سبب له يعني. مشاهدينا نمشي في الفقرة الأخيرة وهي فقرة ما بين النساء، نتابع آراء بعض المواطنين وذلك في ميكروفون الزميل آدم. أيضا سابقا نينا مجتمعنا أمانا البيت أهمية عشان تدرس، لكن حس في الأونة الأخيرة الناس بدأت تهتم في البنات عشان تدرسهم. بالنسبة للمدرسة بتكمل الاحترام وتربية البيت. تعليم البنت في المدرسة ده شيء ضروري جدا جدا في المجتمع ده. لماذا؟ لأن المرأة لها مكانة في المجتمع. حتى لو أكون فكرت في تعليم المرأة وعندتها مكانتها زي ما كان هو الآن نشوفه في الدولة، المرأة بقت وزيرة، المرأة بقت البرلمان، يعني مير، كل ده شيء أشياء سياسية ضرورية لازم تتعلم المرأة. رأي الأمور هم يلعبوا دور كبير في زواج عن المرأة دي، ولازم يخلوا المرأة تتعلم. دور لهم توعية كثيرة حتى يعرفوا كيف يكون المرأة دي شنو تتعلم. لازم المرأة تقري والرجل تقري عشان يتعلموا لكي نبني شنو هذا الوطن. بعد مجتمعنا يعني تعليم البنت يشوفوا شيء ما مهم، المهم اللوم ده المرة ده من البيت إلى اللدائي. ده تفكير خاطئ يجب أن يصحح، لأن تعليم البنات مهم جدا مثل تعليم الأولاد. وصية لهم ده خليه يدرسوا مثل ما الأولاد يدرسوا ده، خليه يشوفوا بعض الدول السلبيين وصلوا إلى صنع القرار، بقوا رؤساء، بقوا وزارات، بقوا مناصب أولياء. يعني المرة تقدر تقدم مثل ما يقدم الرجل، وده إلا بالإلم. بدون الإلم لا نار ما يقدر يقدم وما يقدر يسوي شيء. الدراسة بالنسبة للبنت لا أهمية كبيرة، ما في فرق بين البيت والولد في مجال التعليم. ده يرجع للأسرة في البيت، تربية البنت في البيت. التربية تبدأ من البيت والمدرسة تكون مكملة للتربية. إذا استطاعت البيت أن تدمج بين الاثنين فما في مشكلة بين الزواج والدراسة. في بعض من البنات في المدرسة ده بقروا رسميا وبمشوا رسميا، عندنا في بعض ده رسومة أديل شيء ما عندهم كله قايد، وده ما من البنات، من التربية مرات بمرق من البيت. التربية في البيت الناس لها سما فيهم. يعني البنت كم مشت المدرسة تحترم السيدة، تحترم أستاذها، وتشوف مستقبلها. مشاهدينا بعد ما سمينا آراء بعض المواطنين، دكتورة هسي زي ما تابعنا تعليم البنت أصبح شيء ضروري، لكن نشوف بعض من الأسر ده ما زال هسي كل ما يتعلم ما يعلموا بناتهم. شنو السبب اللي يخليهم ما يعلموا بناتهم؟ والله تعليم البيت ولا تعليم الولد كله مهم. ربنا في القرآن يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الإنسان المتعلم الإنسان الجاهل بيختلف. الجاهل عدو نفسه. إذا كان وجرة البرد تربية سليمة وعناية وحرص ومتابعة جيدة من البيت، تمشي تدرس وتصل لمبتغاها وتحقق أهدافها وأحلامها.
لكن إذا كان ما لقى التربية سليمة في البيت ممكن تقول هي تدرس، لكن من خلال الدراسة ومن خلال ماشية المدرسة ممكن تنفلت، بحصل انفلاتات أو بحصل يعني حالات شاذة خوفاً من تعليم البيت، كونه تمشي تدرس وإذا كان بقت واعية وما خافت الله ممكن تسلك طريق آخر التاريخ شنو غير المعتاد، أو ممكن الأسرة تخاف لها البيت تنحرف عشان ده عشان هي تمشي تنخرط مع مختلف الناس وجايين من مختلف البيئات ومختلف القبائل خوفاً لها أن يمنعوه، لكن ده خطأ. أنت إذا كان ربيتي بنتي تربية صحيحة وتربية سليمة وجهتيها خليها تنطلق، خليها تنطلق. داري ناسي المجتمع الشعري كده كثير فيهم مهتمين بتربية البنات، لكن في بعض من المجتمعات ده كده البيت كده وصلت مرحلة معينة هي بيطلقوها، مرات بيزوجوها مرات بحبسوها في البيت، السبب شنو؟ السبب عدم الوعي. أيوة عدم الوعي، لأنه التعليم ده شيء أساسي، وربنا سبحانه وتعالى أول حاجة خلقه في الدنيا القلم، يعني العلم ده لا أهميته، فلازم البنت تتعلم عشان تاخد تربية كويس. العلم مرتبط بالتربية زي ما قالت الأستاذة، التربية في البيت ده شيء مهم، يعني الإنسان لازم يكون عنده مبدأ، المبدأ ده باخده من والديهم من تربيته، لما يقول لك إنسان ده عنده مبدأ كذا وعنده مبدأ كذا وعنده مبدأ كذا من التربية في البيت، إحنا تربينا على كده، تربينا لازم يكون في عادات وتقاليد تتعزز في نفوس الأبناء. مهم جدا البنت أو الولد، يعني الأبناء بصفة عامة لو إحنا ما عززنا العادات والتقاليد، إحنا كشاديين عندنا تربية خاصة، عندنا عادات خاصة، عندنا تقاليد خاصة، ما حينفع. أيوة. فعشان ده التربية الصحيحة بتوجيه من الآباء ده شيء مهم جدا للأبناء. يعني. الأبناء. دكتورة هسي زي ما لاحظنا التربية أهم شيء، التربية قبل التعليم، التربية البنت تبدأ من أي سن؟ والله التربية ما عندها سن معين. أنا نشيف قبل ما ندخل في تربية البنت اختيار الأم قبل الأبناء. أيوة. تختار الأم الربوة تربية صحيحة، إذا كان جبتها بيت تقدر تجيب لك أبناء وتوجههم توجيه سليم وتربيهم تربية سليمة على حسب تربيتها. على حسب تربيتها لابد للوالدين أو الآباء والمربين يمتازوا ببعض الصفات. أولا يكون شنو؟ يمتاز بالتقوى، ثم إخلاص النية في التربية، يعني الأولاد هم أمانة من الله سبحانه وتعالى وهيبة، في ناس ما عندها أولاد ذاتها، والشعور بالمسؤولية، الإتزان النفسي، والتواصل الجيد، والتفنن في التربية، بتعرف ميول الأبناء شنو ورغباتهم شنو، وتعرف سلوكياتهم كيف، تقف معهم في الجانب العاطفي بالحب، وفي الجانب الفكري بالحوار، وفي الجانب السلوكي بالتعليم والتوجيه والإرشاد، إلى أن شنو تقوم ابنك. صح. بالطريقة دي لو سلكت طريق سليم هتقدر شنو تمشي أولادك في نفس المنوال وفي نفس الطريق اللي انت وجدت، لكن إذا كان الوالد أو الأم هي ما مربية تربية فهذا الشيء لا يعطي، تنشغل بحالها وتترك البنات الأولاد كله كده ممكن. إلا إذا كان هي عندها حكمة، ربنا يؤتي الحكمة من يشاء، في واحدة ما متعلمة لكن عندها حكمة وعندها أسلوب تقدر تربي، لكن دي حالات نادرة نحن نقيسها للأغلبية، وجل الناس اللي ما متعلمين زمان ربوا، لكن الجيل لسه قايم، إذا كان أم ما واعية وما يعني ملتزمة بالجانب الديني وما عندها مبادئ زي ما ذكرت، المبدأ بيلعب دور كبير. صح. إنسان مسلم لابد في حياتك ده تتميز بثلاث أشياء، عندك مبدأ، عندك طريقة، عندك هدف. المبدأ هو الإسلام، والطريقة شنو؟ القرآن. صح. وهدف ده تصل أنت تصل الجنة، إذن عندها طرق أنت تتبعها تمشي. صح. الدنيا نحن قاعدين فيها ضيوف، وأبنائك شنو؟ مسؤوليتك. الله بس وتسأل أنه من في الدنيا لغاية الآخرة، المسؤولية ما تسقط عنك. صح. شكرا. تربية الأبناء ما سهلة، ما واحد يعني يفرض عضلاته كونه يتزوج ولا ينجب، حتى الحيوان هو بينجب. تميز نفسك عن الحيوان عن طريق التربية. كيف تربي؟ دي مشكلة كبيرة. مشكلة. نحن بقينا مشغولين جارين، والأب جاري
200 بلقى العنايه بلقى التربيه 200 تقعد معايا ذاتي تربي كل مشكله. اذا كان انت شغاله اذا كانت موظفه او تاجره او اي حاجه اقل شيء ترى تشيل تلقى الزمن ان شاء الله في الاسبوع تخصصي ساعتين ثلاثه ساعات بتجلسي مع اولادك بشوف الحاصل فيهم شنو ميولهم شنو رغباتهم شنو تعلميهم من الصغر احترام الكبير احترام الغير وما بيكذبوا بيساعدوا الاخرين تجبر خواطر ما يجبروا خواطر الخير في الصغر من عمر يعني 7 سنوات دي كلها قول عمر اللعب اللعب أكتر شيء لكن من 7 ل 14 تراخيهم ده يعني عمر ترافقهم ممكن تمشي معهم مكان الأسرة مكان زميلاتك دول خالاتك دول عماتك يعني تربط العلاقة بين أبنائك وأبناء أخواتك مع الأسرة يعني. ومن عمر 14 ل 21 يعني خلاص تصاحبها تكون نسخة منك عارف عني كل شيء تلقائيا لو حتى قليتها مشت خارج الوطن انت ما هتخافي لها أرين بالرغم من الضغوطات وقواعد كده عن الأسر بعض الأسر بالرغم من دخول البيت وصلت لمرحلة ما شاء الله اليوم المرأة الشادية ما وصلت خيرها ما فاتت خيرها لكن قرب توصلهم ولا وصلتهم في كل المجالات حتى في المجالات العلمية حتى المجال الطيران نشوفه بنات شاديات في بيت شادية لحد وصلت بقى الطيار بالرغم من دخول ما في بنات دول بنات ده البنات ده أهلهم حافظوا عليهم وربهم تربية سليمة شنو توري للأسرة ياسي كلها خايفة للبنات تقول البيت كان خلينا مشت المدرسة لا تعمل شيء خلط ده تقول لهم شنو والله نقول لهم أول حاجة الثقة مهم جدا يدوا للبيت التربية مهم جدا يعني يربوها بقواعد وأساسيات يتغرز في الإنسان نفسه أنت لما بتتربي تربية بمبادئ في البيت وبحب وبكل شيء حتقوم إنسان قوي وبتحارب كل اللي حولك وعندك مبدأ يعني كل شيء عنده مداخلات لكن تقدر تتجنب الحاجات كلها وبتسلك يعني الدرب من فين يجي هذا الشيء من الأم والأب الآباء والأمهات زي ما تفضلت قالت الدكتور انشغال الأم عن الأولاد وما في توجيه هو كيف هيعرفوا إيش الصح والخطأ ولازم يكون فيه توجيه ومتابعة عشان البنت أو الولد دي بتوصل لأهدافها بطريقة صحيحة وتقدر تتجاوز العقبات دي فبيبدأ من الأم والأب من محيط الأسرة نفسها بس هذا شكرا مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ونشكر ضيفتي الدكتورة خديجة بايا موسى شكرا لك كثير وشكرا لك دارين ونشكر كل من ساهم في إخراج هذه الحلقة وإلى أن نلتقي نترككم في أتم الصحة والعافية مع باقي برامج تلفزيون شاد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.